اتفضل يا كابتن. سامعني يا محمد؟ ايوه سامعك كابتن. اه كاتب بعت لي رساله بيقول لي يا محمد الجرني الخيل الاصيله تبان في الامطار الاخيره وهو ده النادي الاهلي. مظبوط مش كده ولا ايه؟ يعني يا كابتن انا برضو يعني مش عايزين احنا لسه في مباريات لكن اكيد الموقف ده مر على النادي الاهلي كتير وفترات طويله. الحمد لله ان فعلا معدن لعيبه النادي الاهلي بيطلع في الاوقات اللي هي فعلا بنحتاج فيها اللي يظهر فيها اللعيبه. والحمد لله ان احنا من فارق 6 بنات متاخرين الحمد لله النهارده بنفرق 5 بنات احنا المتقدمين. بس لسه في مباريات ولسه في مازال الدوري لسه لان المباريات المتبقيه عددها يغطي الخمس يا فوق. بالظبط مستر ماك فوت ود يو لايك تو اسك مستر محمد يوسف اني ثينج؟ Well, I think after the first 5 minutes اعتقد ان بعد اول 5 دقائق كان في 4 كورنرات للاهلي والاسماعيلي قدر يرجع للمباراه بسرعه ولكن في فرص كتير ضاعت زي الفرص بتاع الحسني ولكن الجول اللي احرزه الاهلي انقذه في الشوط الاول ولكن كان الخطوره كلها بتيجي من الجنب اليمين. كان المفروض يحصل ضغط كبير قوي من الجنب اليمين على الجنب اليمين من خلال كان في بركات واحمد فتحي. كابتن يوسف ايوه كابتن مدحت هو مستر مارك فوتا يعني بي 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 بيسال سؤال بيقول انه الاهلي قدر يضغط عن طريق بركات وفتح من ناحيه اليمين، هل انتوا كنتوا مستثمرين تحرك احمد سمير فرج في الجانب الايسر للامام؟ هل مستر جوزيه شاف ده؟ مظبوط هو طبعا من البدايه احنا بنحط بركات بيغير يعني في راسين حرب اساسيين جدو وعماد وبركات بيلعب من حواليهم سواء في الجنب اليمين سواء في الجنب الشمال سواء تحتيهم يعني بركات واخد حريه شويه في التحرك ودي حسب مجريات الامور او حسب المجريات الاداء بالنسبه للفريق المنافس. يعني غالبا عاده لما بيكون احمد سمير فرج بيهاجم بيحصل ثغره وراه فبيتم ان بركات يبدا ينطلق فيها بمساعده فتحي او العكس من ناحيه هناك لما صديق مثلا كان بيطلع كان ممكن بركات بيروح عشان يشتغل مع سيد معوض في الحته دي وشفناها شويه الشوط الثاني. يعني بركات واخد حريه شويه على اساس هو اللاعب الفري اللي بيتحرك يا اما من تحتيهم او من على الجنب اليمين او الجنب الشمال. يعني بيتحرك يا محمد مع الكوره. مظبوط بيتحرك مع الكوره عشان يسهل على المشاهدين بس او عكس الكوره على اساس ان مثلا لو الكوره ناحيه الشمال هو ممكن يفتح او ناحيه اليمين بحيث تلعب له عكسيه. ودي شفناها كذا مره من احمد فتحي. مليون مبروك يا كابتن محمد واداء رائع جدا. توفيق دايما ان شاء الله. شكرا اشكرك شكرا جزيلا.